السلام عليكم. هنتكلم دلوقتي عن أنواع الميديكال ريسيرش. التقسيمة الأولانية الفيرست كلاسيفيكيشن للميديكال ريسيرش according to the source of data، على حسب مصدر الداتا اللي أنا بستخدمها. ممكن أقسم الريسيرش إلى برايمري ريسيرش و سكندري ريسيرش. برايمري ريسيرش دوت أنا اعتمدت على برايمري سورس أوف داتا، يبقى الداتا بتاعتي أنا حصلت عليها من مصدر أولي، وبالتالي الداتا دي لم يتم استخدامها من قبل. أنا مش جايب داتا تم استخدامها من قبل وبستخدمها عندي، لا، ده دي داتا أنا المصدر الأوريجينال سورس للداتا دي. أما السكندري ريسيرش أنا بجمع كوليكت أو سمرايز بريفيوسلي بابليشد انفورميشن، بريفيوسلي بابليشد داتا إن ذيس توبيك، وبالتالي أنا بعتمد على داتا جاية من البرايمري سورس، جاية من البرايمري ريسيرش. داتا اللي منشورة في البرايمري ريسيرش أنا باخدها وأعمل لها تحليل إحصائي تاني وأنالايز الداتا دي تاني، أعمل لها سكندري أناليسيز، أعمل لها سمرايزيشن، أعمل كوليكشن وإيفيدنس سينثيسيس أوف إكزيستنج ريسيرش، يبقى دي اسمها سكندري ريسيرش. يبقى الفرق بين البرايمري ريسيرش والسكندري ريسيرش إن البرايمري ريسيرش الداتا دي ما اتنشرتش قبل كده، الداتا دي أنا المصدر بتاعها، أنا اللي مجمع الداتا دي، الداتا دي أنا جايبها على إيديا، الداتا دي انفورميشن أبير فور ذا فيرست تايم إن ماي ريسيرش. أما السكندري ريسيرش انا اعتمدت على داتا مش بتاعتي، الداتا دي بتاعت حد تاني كان ناشرها، حد كان مجمعها، وانا اللي عملت تحليل احصائي تاني للداتا دي، او جمعت الداتا دي، عملت لهم سمرايزيشن كوليكشن، او عملت سكندري اناليسز للداتا دي، وبالتالي انا اعتمدت على اوريدي اكزيستنج داتا، فدي اسمها سكندري ريسيرش. مثال على البرايمري ريسيرش، عندنا البيبر بتاعت الانترافينوس كافين فور ذا تريتمنت اوف اكيوت مايجرين. عندنا اللي حصل ايه، شوف الميثود كده مكتوب ايه، مكتوب ان ذيس سنجل ارم ستادي احنا جبنا 61 بيشنت وير انرولد اند وير دايجنوزد ويز مايجرين اكوردنج تو ذا انترناشونال هيديك سوسايتي، وبيشنت ريسيفد 60 ملي جرام كافين سيتريت انترافينوس خلال 10 دقائق. وبالتالي العيانين دول كانوا، العيانين دول الداتا بتاعتهم كانت اوريجينال. عرفت ازاي؟ ان العيانين دول انا اللي عملت لهم انرولمنت بنفسي، وانا اللي اديتهم الانترفينشن، وانا اللي اديتهم الدراج ده، تمام، وانا اللي جمعت الداتا دي، فبالتالي انا البرايمري سورس اوف ذيس انفورميشن، يبقى دوت برايمري ريسيرش. اما المثال الثاني ده عندي سكندري ريسيرش. ليه؟ لان انا اعتمدت على اوريدي بابليشد ريسيرش، I retrieved already published research. هتلاقي في الميثود مكتوب A computer literature search of PubMed, Scopus, Web of Science. دي محركات بحث، دي محركات بحث. Was conducted. أنا عملت computer literature search of PubMed, Scopus, Web of Science and Cochrane Central. Was conducted using relevant keyword. وبعدين eligible studies and eligible studies were included. Their data were extracted and synthesized. وبالتالي أنا I relied on already published data. I got the source of data in this study were already published studies. Okay. فانا عندي الريزلتس بتاعتي بقول فيها ان انا 4 RCTs 4 randomized controlled trials were included in this analysis with the total of عندي 485 عيان. كام واحد في البلاسيبو جروب وكام واحد في الدروكسيدوبا جروب؟ انا مش جبت 485 عيان، I did not enroll any patient، ولكن انا جبت الانفورميشن دي، the whole data were published data. انا جبتهم منين؟ من a computer literature search. لما عملت literature search انا جبت ال published studies، ومن ال published studies I retrieved their information, their data and analyzed these data through review manager اللي هو البرنامج اللي احنا استخدمناه عندنا في الاناليسيس، تمام. فيبقى تاني ده مثال على السكندري ريسيرش، ان انا عملت كمبيوتر ليتريتشر سيرش ومنه جبت الببلش ستاديز، الببلش ستاديز طلعت منها اكستراكتد داتا وعملت سينثيسيس اند انذر اناليسيس للداتا دي توجذر، وكوليكت الداتا دي مع بعض، طلع عندي 4 راندومايز كنترول ترايلز 485 عيان. اوكي. تقسيمه تانية للميديكال ريسيرش عندي كلينيكال ريسيرش والبيزك ساينس ريسيرش. الفرق بينهم ايه؟ الكلينيكال ريسيرش وحده بناء الكلينيكال ريسيرش هو البيشنت، فهو انا محتاج ان انا ديل ويز بيشنت، هتعامل مع عيانين، والداتا هتبقى داتا جايه من عيانين، من العيانين نفسهم. اما البيزك ساينس ريسيرش لا، ده اسمه تيست تيوب ريسيرش، ده محتاج، ده الريسيرش اللي بيتعمل في معامل مجهزه، ريكواير prepared laboratories. وعندي قلنا في الريسيرش دوت بنعمل studies fundamental functions in biology، وممكن اعمل التجارب، my experiments can be done on animal models or in tissue cultures. اما في الكلينيكال ريسيرش my experiment اسمها clinical trial، بتتعمل على البيشنت، بجرب على العيانين. هنا بجرب في البيزك ساينس ريسيرش، انا بجرب على animal models and tissue cultures. بدرس ايه؟ I can study molecular mechanisms, cell cycle, receptors, mechanism of these receptors and the function
فانكشن اوف ذيس ريسبتورز، ممكن اشتغل على جينز ترانسكريبشن فاكتورز. وبالتالي البيزك ساينس ريسيرش محتاج لاب مش محتاج بيشنت، اما الكلينيكال ريسيرش محتاج بيشنت. تمام. من حيث الوزن العلمي انت هتلاقي ان البيزك ساينس ريسيرش يوجوالي هاز مور ويت ويوجوالي مور تايم كونسيومينج وجينيريت مور نوليدج اكتر من الكلينيكال ريسيرش، ولكن داز نوت هاف دايركت كلينيكال ريليفانس. اما الكلينيكال ريسيرش هاز دايركت كلينيكال ريليفانس. ليه؟ لان الكلينيكال ريسيرش ديل ويز بيشنتس، so it's more relevant to the clinical practice than basic science research. Basic science research does not deal with patients, it deals with animal models and tissue cultures. حاجة تانية، البيزك ساينس ريسيرش كتكلفة much more expensive, expensive in time, expensive in money، ولكن بيجنريت مور نوليدج. ازاي؟ انا اكتشفت ريسبتور معين موجود في تيومر سيلز مثلا بتاعت البريست كانسر، وانا شايف ان الفانكشن، لقيت ان الفانكشن بتاعت الريسبتور ده او ان الريسبتور ده involved in the pathogenesis of this cancer and involved in the growth of this tumor. فالخطوه الثانيه من البيزك ساينس ريسيرش ان انا افكر في كيميكال ستراكشر ذات كان بايند تو ذس ريسبتور اند انهبيت ذس ريسبتور. الخطوه اللي بعدها تيجي شركه ادويه تاخد مني الكيميكال ستراكشر ده وتراي ان هم يحط الكيميكال ستراكشر ده ان ادراج فورميولا، وبعد كده يبدا يصنع ماده فعاله ويبدا يصنع ماده فعاله واثنين وثلاثه. اجي بعد كده ادخل في مرحله التجريب، اجرب الماده الفعاله دي على انيمال موديل، اجربها على تيشو كالتشر، اجربها على انيمال مودلز ولقيتها نافعه، ابدا بعد كده اجرب على الفيرست ان هيومن ترايلز، ابدا ان انا اعمل فيز 1 كلينيكال ترايل على الماده دي عشان اشوف الماده دي سيف امنه ولا مش امنه، وبعدين ابدا اجربها بقى مقارنه بقى بالبلاسيبو، وبعدين ابدا نجربها دي هناخدها في الفيزز اوف كلينيكال ترايلز. كل اللي انا اقصد اقوله ان احنا ستارت ذا جيرني ستارتس وذ بيزك ساينس ريسيرش، ان انت تكتشف مثلا ريسبتور او تكتشف فانكشن معينه او موليكولر ميكانيزم معين او باثوي معين، ده ثرو بيزك ساينس ريسيرش. بعد كده الكلينيكال ريسيرش بيلد انفورميشن اون ذيس داتا، بتبني معلومات على الكونكلوجنز بتاعه البيزك ساينس ريسيرش. فالكلينيكال ريسيرش فولو البيزك ساينس ريسيرش، وبالتالي المور نوليدج generate more knowledge عن طريق البيزك ساينس ريسيرش، وبالتالي بيكون لي امباكت اعلى. وهو في السي في، يعني انت لو متاح ليك وان كلينيكال، يعني انت لو واحد عنده بابليكيشن كلينيكال ريسيرش او بيزك ساينس ريسيرش، او واحد متاح ليه انه يشتغل الاثنين، طبعا البيزك ساينس ريسيرش بتكون اتقل في السي في بالنسبه للميديكال ستودنتس. يعني ان هي بيزك ساينس ريسيرش ده خلاص انت يعني شخص ساينتست، اما كلينيكال ريسيرش انت ممكن تبقى ساينتست فيزيشن، ممكن تبقى اثناء ما انت شغال كلينيكال براكتس بتشتغل ريسيرش، فبتجمع الداتا بتاعت عيانين بتعمل لها اناليسز وبتنشر بيبرز، ولكن انت مش عندك التاتش بتاعت الساينتست. التاتش بتاعت الساينتست لو انت شغال في لاب، شغال بيزك ساينس ريسيرش. اوكي. نيجي بعد كده لحاجه اسمها ترانسليشنال ريسيرش، ده معناه the type of research that bridge the gaps between basic science research and the clinical research. تمام. and bridge the gap between clinical research and the clinical practice. وبالتالي احنا عندنا two types of clinical research. clinical research اللي translate the information and conclusions of basic science research to clinical research، ده اسمه translational research 1. في translational research 2 that translate clinical finding from clinical trials من الاكسبيرمنتس اللي عملتها على البيشنت، translate this information الى clinical practice الى guidelines. انا بقى هدي الدرج ده بجرعه دوز which دوز، وهدي treatment ده التريتمنت بيريود قد ايه، هدي التريتمنت ده هيكون معاه ادجفنت ولا مش معاه ادجفنت، العيانين في انهي ستيج هم اللي ياخدوا الدواء ده. جبت المعلومات دي كلها منين؟ بناء على الداتا والانفورميشن اللي انا حصلت عليها من الكلينيكال ريسيرش. فان انا اترانسليت الانفورميشن والداتا اللي طالعه لي والنتائج اللي طالعه لي من الكلينيكال ترايلز الى كلينيكال براكتس على شكل جايد لاينز، ده اسمه ترانسليشنال ريسيرش. فانا عندي تو ترانسليشنال ريسيرش، ترانسليشن فروم بيزك ساينس ريسيرش تو كلينيكال ريسيرش، اند ترانسليشن from clinical research to clinical practice. ده اللي بنقوله اهو translational research 1 اسمه bench to bedside، اخدتها من البنش بتاع اللاب الى البيت سايد جنب العيان. انا بترجم من البيزك ساينس ريسيرش اللي بيتعمل في اللاب الى كلينيكال ريسيرش اللي بيتعمل في الهوسبيتال، وبالتالي اسمه بنش تو بيد سايد ريسيرش. ترانسفورم ساينتفك ديسكفريز فاوند ان لابوراتوريز انتو ويز تو بريفنت دايجنوز اور تريت ديزيزز. اما ترانسليشنال ريسيرش 2 فروم بيد سايد تو براكتس، انا انتقلت من مرحله كلينيكال انسايتس، من مرحله كلينيكال ترايلز الى مرحله الكلينيكال براكتس.
طبعا الترانسليشنال ريسيرش بتقسيمه ترانسليشنال ريسيرش 1 اند ترانسليشنال ريسيرش 2، دي التقسيمه اللي موجوده في الكتاب اللي احنا شغالين منه، في الكتاب اللي هو السورس بتاعنا. ولكن مور انفورميشن ويل بي بروفايدد، انا هحط لينك النهارده، هتلاقي فيه ريفرنسز ويب بيجز كتيره بتقسم الكلينيكال ريسيرش الترانسليشنال ريسيرش الى تي 1 تي 2 تي 3 تي 4. في تاني كلاسيفيكيشن تاني للترانسليشنال ريسيرش ان شاء الله هيكون موجود مع الفيديو دوت على الجروب ده للي عايز يقرا اكتر يعني. Okay, thank you.